السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم كريم محمد في فيديو جديد. موضوع فيديو اليوم هذا التلفاز من نوع LG 32 بوصة، يعني ليد، به مشكل كما تلاحظون، يعني هذا العيب في الصورة. لاحظوا هذه الخطوط والصورة يعني الظلمة فقط، لا توجد الصورة. وحكى لي صاحب هذا التلفاز بأنه اكتشف بأن الماء يعني يدخل إلى التلفزيون عن طريق كابل الساتلايت، لأن التلفاز به جهاز ريسيفر استقبال فضائي مدموج في داخله، يعني ويمر الماء عبر ذلك السلك، سلك الساتلايت، ويدخل إلى التلفزيون. في هذه الحالة يا أصدقائي نستنتج بأن الماء هو سبب المشكل، والماء إذا دخل إلى التيكون، إلى مسطرة التيكون والكوفات، فيقع هذا المشكل. سوف أشرح لكم. لدي هنا هذه الشاشة كما تلاحظون، هذه الكوفات، وكل كوف هنا فهو مسؤول عن يعني عن هذا الجزء، عن إشعال نقاط البيكسل في الشاشة. هذا الجزء، هذا الكوفة، هذا الجزء المتصل يعني المقابل لها، المتصل معها، يعني كل كوفة يعني تشعل جزء من البيكسلات لكي يعني تكتمل الصورة. عندما يقع الخطوط بهذا الشكل فنعرف بأن الكوفة المتصلة مع هذا الخط، مثلا تكون هنا كوفة، فهي تكون يعني المتضررة. متضررة بماذا؟ لأن الماء يدخل إلى التلفزيون كما قال صاحبه، احتمال أن يكون ذلك الماء يعني وصل إلى الكوفة. وعندما يصل الماء إلى الكوفة ماذا يقع؟ سوف تلاحظون بأن هنا مسارات رقيقة، هذه المسارات تتأثر بسبب الماء، لأن هذه المسارات تمر عليها فولتيات وإشارات، وعندما يعني يسكب الماء هنا فيعمل تماس بينهما، بين هذه المسارات، وبالتالي تلك المسارات تبدأ في التآكل يوم بعد يوم، ثم تنقطع ويتسبب هذا المشكل. إذن هذا هو تحليلي البسيط للعطل، لأنني لم حتى ولو أنني يعني لم أفتح التلفزيون، أنا أخذت يعني بكلام صاحب التلفاز بأنه دخل له الماء، إذن احتمال أن يكون الماء هو السبب المشكل، دخل إلى الكوفات كما شرحت لكم. إذن أصدقائي سوف أقوم بفتح هذا التلفاز ونقوم بإصلاحه إن شاء الله، لنرى أصدقائي لنكتشف، تابعوا. إذن أصدقائي هذا هو شكل التلفاز من الداخل، وفعلا اتضح لي بأن الماء يدخل إلى التلفزيون عن طريق كابل الساتلايت. لاحظوا هذا الصدى هنا، فهذا أثر للماء، لاحظوا. أيضا حتى هنا لاحظوا هذا الصدى، هذا يدل على أن الماء وصل إلى هنا. لاحظوا حتى هنا، إذن الماء لقد وصل إلى المسطرة، إلى التيكون وإلى الكوفات. لاحظوا هنا أثر الماء، هذا الصدى. إذن الأصدقاء هذا يعطينا فكرة على أن الماء لقد وصل إلى الكوفات، وهذا الجزء هنا الذي به الصدى هو المقابل ل الجزء المتضرر في الشاشة، الجزء الموجود به الخطوط. إذا أصدقائي في هذه الحالة سوف أقوم يعني بإزالة هذه القطعة الحديدية وأتفقد الكوفات، فتابعوا. لاحظوا ماذا وجدت، كما توقعت في الأول يعني تماما. انظروا الماء، لاحظوا جاء مقابل مباشرة مع كان يقطر الماء. لاحظوا هنا، لاحظوا أيضا هذا القطعة الحديدية. إذا أصدقائي في هذه الحالة علينا أول شيء أن نقوم بالتنظيف، ننظف هذا الصدى هنا ونرى لكي يتضح لنا جيدا ما يمكننا إصلاحه. Thank you.
إذا أصدقائي، بعد التنظيف اتضح لي بأن هناك بعض المسارات فهي منقطعة، لا أعلم إن كانت تظهر بالكاميرا بشكل جيد. المهم كما تلاحظون هذه النقطة السوداء فهي هنا مسار منقطع، هذه النقطة السوداء هنا فهي لمسار منقطع. انظروا حتى هذه، يعني هذه النقطة السوداء تدل على أن المسار لقد انقطع. سوف أغير وضع الكاميرا، سوف أقرب جيدا لكي يعني يتضح الأمر بشكل جيد. الآن لاحظوا فهي تظهر يعني بشكل جيد. لاحظوا فهو يعني ظاهر هذا المسار، لاحظوا فهو منقطع، هذا أيضا، هذا أيضا. لاحظوا هنا أيضا، أصدقائي في هذه الحالة علينا بتوصيل هذه المسارات المنقطعة.
أصدقائي سوف أوقف الفيديو، سوف أوقف التصوير لحين الانتهاء من يعني تلحيم بقية المسارات، توصيل بقية المسارات. يعني لو قمنا يعني بإصلاحها يعني بشكل يعني مصور فسوف يطول الفيديو أكثر من اللازم، فلهذا لقد رأيتم يعني الطريقة يعني كيف أقوم يعني بتلحيم هذه المسارات. إذا أصدقائي عند الانتهاء من تلحيم هذه المسارات الباقية سوف نلتقي. يبدو أن حتى هذا المسار فهو منقطع، المهم نلتقي أصدقائي بعد الانتهاء. والآن أصدقائي لقد انتهيت من تلحيم المسارات، لقد أخذ مني وقت وجهد أصدقائي، لقد تعبت صراحة. المهم لقد قمت بفحص دقيق للمسارات وكل مسار منقطع لقد قمت بتلحيمه والطريقة كما رأيتم. إذا أصدقائي الآن سوف أقوم يعني بالتجريب. هذه المادة فهي الفلاكس أصدقائي، لا تعتقدوا بأنها غير أو شيء. المهم الآن سوف أوصل التلفزيون بالكهرباء. بسم الله نجرب. هي خلفية الإضاءة مشتعلة، ألقي نظرة عليه. يظهر لي بأن التلفاز أصدقائي لقد اشتغل. هو جيد، سوف أقوم بتجميعه ونرى مع بعض النتيجة النهائية تابعه. والآن أصدقائي كما تلاحظون التلفاز لقد اشتغل بشكل جيد ولله الحمد، نتيجة حسنة. كما رأيتم المشكل يعني سببه الماء، لقد قام يعني لقد انقطعت تلك المسارات بسبب الماء. وكما رأيتم في الفيديو يعني لقد شاركتكم طريقة يعني إصلاح هذا المشكل إن واجهتكم يعني مثل هذه الأعطال، كيف تقومون يعني بتلحيم تلك المسارات. أتمنى أنكم يعني أن تستوعبوا الطريقة والأدوات يعني المستعملة في إصلاح هذا المشكل. لقد استعملت هذا الموس وهذا السلك الرفيع الرقيق، تحصلون عليه من السماعات سبيكر وفلاكس والقصدير، هذا القصدير الرقيق وكاوية ذات رأس رقيق مثل هذه. إذا أصدقائي نأتي الآن إلى نهاية الفيديو، أتمنى هذا الفيديو أن يعجبكم ويفيدكم، وإلى اللقاء في فيديو آخر موضوع آخر. مع السلامة.